هنا بالمركز الدولي للمؤتمرات جانب آخر من التشريعيات، التغطية الإعلامية، جناح مخصص للصحفيين وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، إمكانيات بشرية ومعدات تقنية تم توفيرها لمواكبة الحدث. يعني العملية هنا بقاعة العمليات تجري على أحسن وجه، الظروف هادئة جدا، الإمكانات متوفرة، الصحفيين يحاولون معرفة كل كبيرة وصغيرة على ما يجري خارج هذه القاعة من نتائج، من معطيات، من مؤشرات. من وراء الكاميرا إلى ملايين المشاهدين، ممثلو الصحافة الأجنبية حاضرون لنقل الحدث واستقاء المعلومات وإرسالها أولاً بأول. الإعلام الدولي بهذه الانتخابات هو من أهمية الحدث بحد ذاته، لأنه أول انتخابات برلمانية للجزائر ما بعد حراك 22 فبراير، هذا ما جلب أكثر الإعلام الدولي. يهمنا جدا مسار أو التحول السياسي الذي حدث في الجزائر، على اعتبار أن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون دائما ما قال أن الجزائر تذهب إلى الديمقراطية، فهذه النقطة بالتحديد تهم جدا القناة التي أنا أشتغل فيها. كانوا متعاونين جدا عند طلب أي شيء منهم لتجهيز سواء سيت أب لوضع مثلا الضيوف أو غير ذلك، كانوا متعاونين ويشرفون على العمل الصحفي بما يساعد تقنيا بشكل أساسي الإعلاميين المتواجدين لهذه التغطية. ككل موعد انتخابي تسجل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية حضورها لتؤكد على أنها طرف فاعل في سير العملية الانتخابية من خلال نقل كل مجرياتها. في الساعات المقبلة. شكرا.